السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا نشوف الرسائل الملائكية والروحانية ليكم النهاردة كروحانيين لهذه الليلة، يعني ابتداء من النهاردة بالليل إن شاء الله، وكمان للفترة القادمة من شهر فبراير. والرسائل دي في منها حلو جدا وفي منها تنبيه، لكن مش وحش، مفيش حاجة وحشة إن شاء الله. في دعم كبير جدا روحاني ليك هذه الفترة من ملائكتك وروحانياتك بأمر من الله سبحانه وتعالى. وكمان في حاجة غريبة هتستغربوها قوي، ان في دعم من العوارض الشيطانية. انت هتستغرب جدا، والله انا كمان مستغربة زيك بالظبط، ازاي في دعم من العوارض الشيطانية؟ بس انا هشرح لكم الحتة دي، لان هي فعلا كانت حاجة محيرة جدا للفترة اللي فاتت والفترة اللي شغالة دلوقتي عشان ننتبه. فاكرين في رسائل اول فبراير اللي قلتها لكم اول الشهر، كان في ناس روحانيين منكم كتير بدأت تلف حواليهم عوارض شيطانية، وفي اللي كان بيتجدد لهم اسحار تحديدا في شهر رجب، وفي اللي عليهم العين جامد الفترة اللي فاتت، وده ظهر في الحالة النفسية والمادية وفي المنامات كمان. فكتير منكم او اغلبكم اذا ما كانش كلكم يعني كروحانيين لجأتوا للتحصين والدعاء، او حتى عملتوا اوراد صغيرة قوي بنسبة ضعيفة جدا عشان انتوا عايزين تلحقوا قبل ما الموال الاسود ده يرجع تاني. اقصد طبعا موال الطاقات السلبية والاكتئاب ووقف الحال وتجديد الاسحار. وفي منكم عمل ورد سورة ياسين اللي انا حطيته في القناة التانية، وهحط لكم الروابط تاني في اول تعليق مثبت اسفل الحلقة، الرابط اللي هحط لكم فيه رابط شرح مسموع وفي رابط شرح مكتوب ان شاء الله، وهقول لكم ورد ياسين مهمة قوي للفترة الجاية بس في اخر الحلقة. المهم الناس اللي عملت منكم ورد ياسين او ورد الكرسي او حتى ورد آية النور او اي ورد خاص بيهم، لاحظوا ان في بلاوي زادت اكتر من الاول، سواء تخصهم هم او تخص الناس اللي حواليهم من اب او ام او اخ، والاحلام بدأت تاخد الطابع الشيطاني اكتر. كنكم اخدتوا التحصين بتاعكم الفترة دي اللي فاتت، سبب المشاكل اللي حصلت دي، عمل صدمة كهربائية للعوارض اللي حواليكم، لان العوارض دي كانت مطمنة بقالهم فترة متغذيين كويس على طاقتكم المنخفضة، لان كان بقالكم فترة بالذات في بداية السنة كان في فتور وهبوط كتير في الاوراد، يعني يدوبك بتصلوا بالعافية ومش بتركيز قوي كمان. يدوب بقى انتوا الفترة الاخيرة دي اللي هو الاسبوع اللي فات واللي قبله عملتوا التحسين من هنا، صدمتوا العوارض من هنا، فعملوا مقاومة جامدة ليكم من كام يوم سبب لكم الاذى النفسي والمادي او لاحد المحيطين بيكم، لكن لقوكم مش مهتمين ومستمرين برضو وطاقتكم عمالة ترتفع، فعملوا بقى نظام المفاوضات. يعني انا عارفة ان كتير منكم ممكن ما يصدقش اللي انا بقوله، بس انا متأكدة ان الروحانيين الحقيقيين اللي بيسمعوني دلوقتي مجربين ده. العوارض بدأت تسكن، بطلت تبعت مقاومات، بطلت تبعت اذى، لقوكم عنيدين، فقالوا احنا نهدي اللعب عشان هما يوقفوا الاوراد والاذكار تاني، وبقوا بيتعاونوا معاكم في حاجات بسيطة، مثلا يبعتوا لكم احلام مبشرة بسيطة بس مش احلام كاملة في رسالتها، لو في حاجة انت مستني فيها خبر او رسالة يبعتوها لكم مضطرين، اللي هو خد يا سيدي الرسالة دي عشان تطمن شوية من وقت للتاني، وانت بتكون عارف في قرارة نفسك ان الرسائل دي مش حقيقية بس حلوة وخلاص، ومش فارق معاك كمان، لان هي طالما حلوة فهي بتعلي الطاقة بتاعتك وبتفيدك. نيجي بقى للدعم الملائكي. الدعم الملائكي في الآتي، في كتير من اللي سابوكم او ظلموكم قبل كده بينهم وبين نفسهم حاسين ان هم اخطأوا في حقكم، بالذات الفترة الاخيرة دي بدأوا يحسوا ده جدا، عايزين يرجعوا او في نية رجوع بس هم خايفين منكم جدا، لان من جواهم حاسين بالفرق الروحي والطاقي الكبير بينكم وبينهم حاليا، حتى لو هم مش متعلمين روحانيات بس هم حاسين ده، وكمان هم شايفين ان انتوا مش هتتقبلوهم زي زمان. وانت فعلا بما انك اتطورت جدا روحانيا انت بتقول حتى لو انا رحبت بيهم في البداية بس مش هعرف اأتمن ليهم تاني، فخليهم مطرحهم، لان الدعم الملائكي والروحاني بيبلغوك ان الناس دي لسه ما اتطورتش برضو، لا روحيا ولا ماديا ولا في الوعي ولا في اي حاجة،
وجودهم من جديد في حياتكم هيرجعكم تاني ورا. فهتلاقوا نفسكم بتقابلوا الناس دي كتير في الأحلام، خاصة الفترة الأخيرة أو الفترة دي. بس مش هنكر إن في منكم كتير يعني عايزين الناس دي ترجع لحياتهم تاني حتى لو طاقتهم منخفضة، لأنكم كنتم بتحبوهم بجد، أو كنوع من الانتقام لنفسكم عشان تحسوا إن أنتوا لسه عزيزين عليهم. تمام، بس خلوا بالكم، ومن رأيي الشخصي المش مهم طبعا، إنه بلاش تفكروا فيهم دلوقتي، لان انتوا بتغذوهم طاقيا، بتخليهم حاسين ان وجودهم مهم، وبيوصلهم عقليا على فكرة ان انتوا لسه منتظرينهم او بتفكروا فيهم. انسوهم عشان هم كمان يعرفوا يتطوروا روحيا ويتعدلوا، على الاقل لما يحبوا يرجعوا ساعتها هيكونوا متوافقين معاكم في التردد. طبعا كلامي للناس اللي بينهم وبين حبايبهم علاقة روحية بحتة، يعني ما كانوش بيحبوا بعض الأغراض مادية أو عشان خاطر يسدوا عقد النقص اللي جواهم، لا كانت علاقة حقيقية، كل واحد بيحب التاني عشان هو هذا الشخص. مش بقى حد يقولي حبيبي متجوز أصلا فمش هيرجع. معلش، الروحانيين لما بيحبوا بينتقوا ناس مش مرتبطين رسمي من البداية. طاقيا الروحانيين ما بيقدروش يستحملوا ان هم يرتبطوا بحد عايش ونايم وواكل وشارب مع شريك تاني. فرجاءا انا حبيت اوضح الحتة دي قبل ما يكون حد عايش فيكم روحانية مزيفة وفاكر نفسه روحاني ويقول لا اصل حبيبي مش هيرجع لانه متزوج. نيجي بعد كده لجزء تاني من الدعم الملائكي، ان الدعم ده تبشيري وتعليمي في نفس الوقت، يعني بيعطيك بشارة وبيدربك على بعض الامور اللي هتنفعك جدا جدا في عام 2023. في حاجات معينة انتوا فكرتوا فيها وكل واحد بقى عارف هو فكر في ايه يعني الفترة اللي فاتت. الحاجات دي ممكن تكونوا فكرتوا فيها في اواخر 2022 او اوائل 2023. الحاجة دي بطريقة اللي هو ليه الحاجة دي الفلانية مثلا ما بتحصلش بالطريقة الفلانية دي، ايه المانع من حدوثها يعني، وقعدتوا تفكروا فيها متضايقين ومستغربين انها ما بتحصلش. هي حاجات مش مصيرية في حياتكم يعني، لكن في نفس الوقت هي حاجات هترضيكم معنويا ونفسيا. وبعد كده لما انتوا فقدتوا الامل وطلعتوها من دماغكم في اواخر يناير او في اوائل 2023، طلعتوها من دماغكم بمعنى الكلمه، لقيتوها بتحصل جامد قوي بشكل مكثف في اوائل فبراير وعماله تستمر لغايه دلوقتي في الحدوث. مش بقى حصلت مره واحده، لا ده بتحصل كذا مره، اللي هو شوفوا احنا كنا متحشين وفجاه نزلنا شلال. انتوا حاليا مبسوطين ان هي بتحصل، لكن وصلكم درس مهم جدا. الدرس ده معنوي انتوا حسيتوه من جواكوا، انه في هدف مهم جدا بقى في حياتكم انتوا شخصيا متحاش بقاله فتره طويله سعيتوا فيه وما بيحصلش، وجه وقت انه يخرج من دماغك وقلبك حرفيا زي ما عملتوا في الحاجه اللي انا قلتها من شويه، عشان يتحقق ويتجسد في سنة 2023، لأن سنة 2023 سنة روحانية من الطراز الأول. هتقولوا لي معلش الحتة دي يعني تعتبر معروفة، ما هو طبيعي لما نفك التعلق بالهدف بيحصل. لا، في فرق بين فك التعلق مع الروحاني اللي تردداته عالية وبين الشخص العادي اللي تردداته منخفضة. حرفيا بمعنى الكلمة لما تطلعوها يا روحانيين من دماغكم وقلبكم هتحصل بشكل كبير ومكثف ورا بعض زي الشلال زي ما قلت، مش هتحصل بطريقة طبيعية أو متوقعة أو عادية حتى. طبعا في 7 أشخاص قالوا لي على تجربتهم دي وإنها حصلت بشكل مكثف في فبراير بعد ما نسيوها، لكن هقول لكم تجربتي أنا الشخصية على السريع قوي قوي كده. في شركة إعلانية كبيرة دايما بتعمل إعلانات لمطاعم، وكل يوم تحط صورة ومنشور لطباخ فلاني أو مطعم فلاني. واحدة من صحباتي أعرفها كويس عندها مطعم محترم جدا، لكن للأسف مش واخد حقه. كنت بقول صاحبتي دي بتتعب قوي في المطعم وكل شوية تصرف عليه، وأكلها فعلا لا يعلى عليه. ده مش رأيي لوحدي، ده رأي كل الزبائن اللي عندها. ليه الصفحة المشهورة الفلانية متجاهلاها؟ هل الصفحة دي مثلا بتاخد فلوس عشان تشهر الناس، أو هل الناس بتروح تدفع لهم مثلا فلوس للإعلانات؟ وفضلت متنرفزه مع ان ماليش دخل، انا مالي، المطعم مش بتاعي ومش كسبانه منه حاجه. الكلام ده انا كنت بفكر فيه بطريقه شبه يوميا لمده اسبوع تقريبا كده في يناير، واخرت ما اتعصبت بقى قلت انا مالي خلاص مش مهم، المهم ان زباين صاحبتي مبسوطين وهي مكسبها بيكفيها، وانشغلت بقى ليا حياتي. من اسبوع بالظبط كده يا جدعان والله اتخضيت، لقيت الصفحة بتاعت المطاعم اللي أنا كنت متنرفزة منها وبتنشر للناس، الصفحة دي عمالة تنشر صور أكل صاحبتي ورا بعض، كل يوم يحطولها حاجة وساعات يحطولها في اليوم مرتين. قلت بسم الله الرحمن الرحيم،
وانا عقلي بيتوهم ولا ايه اللي بيحصل. بعتت لصاحبتي بسرعه وقلت لها انتي روحتي للصفحه الفلانيه دفعت لهم فلوس ولا ايه؟ انتي صفحه ايه؟ اتضح ان هي كمان مش عارفه عن الصفحه دي حاجه لان هي مش شاطره في السوشيال ميديا. لما شافت الصفحه اتخضت، قالت لي طب والله لا اروح اشكرهم، وقعدت تشكرهم جدا رغم ان هم بعد ما هي شكرتهم كانوا ممكن يوقفوا بقى، لا فضلوا يحطوا لها تاني وتالت وما طلبوش منها اي مليم. يعني سبحان الله، والله يا جماعه صاحبتي دي عامله مطعمها من 5 سنين، الصفحه المشهوره دي جت تفتكرها دلوقتي وببلاش كمان. فخلوا بالكم كويس انتوا بتفكروا في ايه، لان حرفيا اي حاجه حلوه او وحشه انتوا بذلتوا فيها طاقه الفتره اللي فاتت تتحقق. هتقولوا لي طيب لو احنا كنا بنفكر في حاجات وحشه نعمل ايه؟ تصدقوا، استغفروا، اعملوا اي حاجه توقف تحقيق الحاجه الوحشه دي، ان انتوا كروحانيين الحاجات بتتحقق بسرعه السنه دي. بنفس الطريقه هيتم الهدف الشخصي بتاعكم ان شاء الله، لانكم فعلا بذلتم فيه سعي وطاقه ومجهود، بس جه الوقت الحقيقي فعلا انه يخرج من دماغكم بمعنى الكلمه ولفتره طويله. مش تخرجوه يوم وترجعوه تاني وتقولوا اصل مش بايدنا هنعمل ايه، ما هو لازم هيرجع عشان احنا حابينه. لا، لازم فعلا تخرجوه تماما من دماغكم وقلبكم. وانا عارفه متاكده ان في بشارات ورسائل غريبه من نوعها بتحصل خاصه بالهدف بتاعكم ده، سواء بقى اشعارات في موبايل معين، او ان انتوا تشوفوا مثلا حد بيتكلم في الحاجه بتاعتكم، او فيلم تلاقوه طلع في التلفزيون بيحكي القصه بتاعتكم، حاجات من البشاير الغريبه شويه. خلوا بالكم من الحاجات اللي انتوا كمان بتتفرجوا عليها، ما تشحنوش دماغكم بافلام كتير عشان هتلاقوا شويه اضغاث كده في الاحلام محكمه الصنع زي الفل الفتره دي. يعني ممكن تطلبوا كمان من ربنا اشاره قويه واقعيه على سؤال في بالكم، لكن الاشاره دي مش هتحصل في نفس اليوم اللي انتوا بتطلبوا فيه، ممكن بعدها بيوم او يومين. ركزوا مع الاشارات خصوصا لو انتوا محددين نوع الاشاره. يعني مثلا في ناس بتحدد نوع اشاره اللي هو ايه، يا رب احنا عايزين نحس بنبض فلاني في الكف الفلاني، الكف مثلا اليمين او الشمال. لو الاجابه نعم مثلا، لو انت يا رب موافق ادينا مثلا نبض في الكف اليمين، عشان في ناس مش عارفه تحلم كويس كده. يعني بما اننا بقى النهارده ان شاء الله بالليل هتبتدي كما يقال ليله الاسراء والمعراج، مبدئيا العلماء اختلفوا في تحديد الليله دي وقالوا انه مش متقال في الليله ان الدعاء مستجاب ولا حاجه، لكن في الحالتين كده كده ليله الجمعه، لان احنا النهارده الخميس، فالخميس بالليل ان شاء الله هتبتدي ليله ذات ترددات روحانيه قويه. بس في حديث يا جماعه للرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث ده صحيح لكن ضعفه العلماء، يعني خلوه ضعيف لانه مش منتشر قوي. الحديث بيقول ايه؟ من صام يوم 27 من رجب كتب الله له صيام 60 شهرا. والفقهاء قالوا لا بأس من صيام هذا اليوم فعلا، ويوم 27 ده اللي هو يوم بكرة يعتبر من فضائل الأعمال. ويمكن بسبب الحديث ده في كتير اعتبروا ان الليلة بقى ليلة 27 اللي هي بقى يوم 26 بالليل، اعتبروا ان يوم 26 هو بالليل ليلة الإسراء والمعراج، وانه النهاردة ان شاء الله من اول الساعة 12 بالليل بتوقيت بلدكم هتبتدي الليلة المباركة دي لغاية الفجر. فهتدعوا في الليلة دي بالأدعية المستحبة ليكم، او تعملوا فيها دعاء ياسين، سورة ياسين اللي انا قلت لكم عليها في بداية الحلقة، الروابط بتاعتها موجودة في اول تعليق مثبت اسفل الحلقة. الدعاء ده يا جماعة مهم جدا، انتوا هتلاحظوا نفسكم ان هو له تأثير طاقي عليكم جدا اليوم ده، هتحسوا كمان بفايبريشنز او ترددات بتحصل في جسمكم، خلوا بالكم وانتوا بتعملوه. واللي يقدر يصوم بكرة يصوم ويدعي على الافطار. ملحوظة يا جماعة، اي حد مضايق حد او واكلين حق حد او ظالمين حد او مأخرين على حد حقه، ينسى خالص اللي انا قلته في الحلقة دي، انتوا كده عاملين بلوك لنفسكم محترم. خلصوا حقوق الناس واعملوا المطلوب منكم عشان ربنا يفرجها عليكم، خصوصا ان في ناس ان شاء الله جاي لها انفراجة مالية كبيرة جدا الفترة القادمة. اتمنى الحلقة تكون افادتكم، واشوفكم على خير ومع السلامة.